الكوليرا تضرب أبياً في أزمة صحية جديدة تسجلها التقارير الطبية هنا في المحافظة، مؤكدة أن عدد المصابين بالمرض بلغ خلال أقل من أسبوع أكثر من 300 حالة، بينها قرابة 200 حالة إصابة أكيدة بالوباء من مختلف مناطق المحافظة. من بداية شهر أبريل لحد اليوم يعني تقريبا 300 حالة مصابة، وطبعا ما فيش أي استجابة من أي جهات سواء من وزارة الصحة أو من أي منظمة داعمة لنا، لهذا يعني نطالب وزارة الصحة وكل الجهات المختصة توفير يعني حاجات بسيطة أقل شيء يعني للأمراض. الإحصائيات الخاصة بفريق المتابعة في مستشفى الرازي بمدينة جعار أكدت أن قسم الطوارئ يستقبل أكثر من 40 حالة مرضية بشكل يومي في ظل تردي الوضع الصحي، وفي الوقت الذي يشكو فيه القطاع الصحي في محافظة أبين عموما من تدهور واضح. تتزايد أعداد حالات الإصابة بوباء الكوليرا كما يغيب دور الجهات الرسمية لا سيما مكتب وزارة الصحة وعدم متابعته لاحتياجات المشافي، وهو ما ضاعف من خطورة المرض وانتشاره. لم توجد دكاتر اللي هم على في المكان هذا، من جلس ذا روح، بعض الحالات تحصلها مقدولة هنا لا لها أي حد ولا نشوف واحد دكتور، فينهم الدكاترة؟ هذا كلهم قطاع خاص راح يشتغلوا، طرحوا أعمالهم هبوا يشتغلوا من الصيدليات الخاصة، خرج الصيدلة الخاصة بتحصل الأدوية كلها موجودة في الصيدليات الخاصة. عجز المرافق والمستشفيات عن تقديم الرعاية الطبية الكاملة وعدم توفر العلاجات الكافية التي يحتاجها المرضى ساهم أيضا في تفاقم الإصابة بالكوليرا وانتشارها، ما يستدعي نقل الكثير من الحالات إلى مشاف أخرى في المحافظات المجاورة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.